نحو مهمة محفوفة بالمخاطر، يستعد الفريق الطبي لبدء جولته اليومية على مصابي فيروس كورونا في مدينة الباب، وذلك لتقديم الرعاية الصحية والأدوية الخاصة بهم، حيث يتابع الحالات المصابة فريقان طبيان موزعان على قسمين في المدينة، وتندرج مهامهم أيضا بالبحث عن المخالطين والحالات المشتبه بإصابتها. أي مواطن بيخبرنا إن أو لشبكة الإنذار المبكر إنه في عنده أعراض كورونا، كنا نطلع نحن مع شبكة الإنذار المبكر ياخذوا منه مسحة ويحولوه على المخبر للتحليل. خلال 24 ساعة إذا طلعت النتيجة بوزيتيف نرجع نروح لعنده نخبره إنه هو مصاب، مريض مصاب بالكورونا، ونعطيه مسكنات وخافض حرارة وعبارة عن الزنك وفيتامين سي مقوي للمناعة. نحن كل يوم المريض اللي بتطلع نتيجته بوزيتيف يعني إيجابي نطلع لعنده يوميا نطمئن عليه، نشوف درجة حرارته، نشوف إذا ناقص عنده أي دواء. شهر كامل يمضي منذ الإعلان عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الشمال السوري، بينما ما تزال مشاريع إنشاء مراكز العزل قيد الانتظار، حيث يضطر أغلب المصابين لعزل أنفسهم في بيوتهم. ورغم عدم إعلان الهيئات الطبية عن وجود حالات وصلت للمرحلة الخطيرة التي تحتاج لرعاية مشددة، إلا أن الأطباء ما زالوا يطلقون التحذيرات لتأمين مراكز مؤهلة للعناية بمصابي فيروس كورونا، ويبقى الواقع الطبي دون تغير يذكر. طبعا بالنسبة لنا يعني نحاول احتواء الإصابات وحتى نمنع انتشار وتفشي هذا المرض. للأسف في حال حدوث تفشي للمرض لا يوجد لدينا حاليا مركز للعزل، والسبب هو عدم وجود إمكانيات، يعني يتم تخصيص شيء من الحكومة المؤقتة أو من المنظمات. طبعا نحن يعني لا سمح الله إذا حصل في انتشار للمرض طبعا رح نعاني من موضوع المنافس، يعني نقص المنافس، ممكن يكون عندنا نقص في الكادر الطبي اللي ممكن يتعامل مع هاي الحالات النوعية. قلة الإمكانات ما زالت عائقا يقف أمام المسؤولين عن ملف الصحة عقبات لم يتجاوزوها بعد، رغم تحول انتشار الفيروس إلى مرحلة حرجة كما وصفها أطباء في الشمال السوري. رغم وصول الجائحة هنا إلى مرحلة الانتشار في المجتمع كما يقول مسؤولو الصحة، إلا أن المنظمات والمؤسسات المعنية لم تنجح في إنشاء مراكز عزل في كامل الريف الحلبي، ليبقى الحجر محصورا في المنازل في معظم الأحيان مع تقديم مساعدات ورعاية طبية محدودة. بهاء الحلبي، تلفزيون سوريا، ريف حلب الشرقي.